سادة الحضور، حضرة السادة الأفاضل، أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا، ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب إعزاز الكرام، شباب عشرة المرندية، أهلا زعرور حياكم الله، بالنيابة عن العريس وبالنيابة عن والد العريس وباسم أعمام العريس وباسم إخوال العريس، أهلك أنه الكرام، تحية ترحيبي لكافة الضيوف وإلى كافة الحضور وإلى كافة الأقارب وإلى كافة الأصدقاء، تحية باقة ورد إلى كل شاب أتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني إلى زينة العرسان العريس حسن شيخ الشباب، ورد معطرة إلى شباب إعزاز، عوائل وعشائر إعزاز، إلى قرى إعزاز بنجمع، إلى كل الحضور أهلا وسهلا. مساء الخير، مساء الخير شباب إعزاز، أهل زعرور، يا أهلي ويا خلاني كفاني بعد هجر، كفاني بعد هجر، يا بعد عمري كفاني فرحكم من الله، أهل زعرور فرحكم من الله، يضل دايم وحماكن المولى، وحماكن المولى وبلطفه حماني، وكم مرة غنى نجم الإذاعة والتلفزيون، وكم مرة غنى نجم الإذاعة والتلفزيون الأستاذ أحمد نور الدين كردية، وبصوته الحنون بكاني وكرمال عيون العريس حسن، وكرمال عيون العريس حسن، فرقة مؤسسة الأهرام بقيادة الخال عمر أسعد دنون، في صالة ومقصف البحاج، عن شباب عشرة المرندية، أهل زعزوع الكرام سهراني. سادة الحضور، حضرة السادة الأفاضل، مرة ثانية أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا، وبدعوة كريمة باسم والد العريس الحاج محمود شعبان زعزوع.
أتينا ولبينا هذه الدعوة الكريمة لنحتفل وإياكم ومناسبة زفاف العريس وزينة العرسان العريس حسن نجل الحاج محمود شعبان زعزوع وألف مبروك. يقام هذا الحفل في صالة ومقصف البعاج للأفراح وبتاريخ 6/5/2024 المصادف يوم الاثنين ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب عشت المرندية أهل شعبان زعزوع الكرام. كل شكر إلى عريف هذا الحفل حسن الضيافة والاستضافة الكريمة السيد وسيم أبو أحمد. يحيي لنا هذا الحفل الكريم معنا نجم الإذاعة والتلفزيون وأمير العتبة وفارس الموال الفنان الراقي الأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن. أيضا كل شكر أيضا إلى راعي هذا الفرح الجميل وعريف الحفل السيد دنون أبو علي يرافق الفنان والأستاذ أحمد دور الدين كردية أبو حسن فرقته ومؤسسته أكاديمية الأهرام أقوى الفرق الموسيقية في سوريا. كل شكر إلى الهندسة الصوتية والإذاعية الأخ الغالي رشيد دنون أبو عمر. الفرقة الموسيقية قيادة أشراف سوبر ستار بزق وصاحب الريشة الساحرة مؤسس قواعد الفن في سوريا شيخ الكار الخال عمر أسعد دنون. هذا الحفل برعاية مؤسسة الأهرام الراعي الرسمي للفن والفنانين سوريا مدينة إعزاز خلف المغفر القديم لصاحبي الأخوين رشيد وأسعد دنون أبو عمر. رقنا تصويريا وحدة الأهرام للتصوير المرئي والإعلام التلفزيوني لصاحبي المخرج الإذاعي الأستاذ والصحفي فارس دنون أبو سمير. تحية وباقة ورد وكل الحب إلى عم العريس على رأسي العم محمد شعبان وكل الحب إلى أخوت العريس شعبان وأحمد في تركيا الله يجزيه خير سلامة وخي العريس عبده له أجمل تحية مليون سلام. طال البعاد واقترب اللقاء طال البعاد واقترب اللقاء وأجمل ما في العمر الحب الوفاء وهكذا عرفت مدينة إعزاز وحلب الشهباء وأهل زعزوع الكرام بفنها الجميل وطربها الأصيل معكم وإياكم أنتم الفنان والأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن فيتفضل مشكورا. يلا Thank you.
وتدير الكاس اول عشرين محبوبي
We'll be right back.
غيابك والله زادت جروحي وتقول يا شوق انا والله اشتقت لك وتقول عريس انا والله اشتقت الجميع. ان شاء الله الف مبروك للعريس لبي العريس لعمام واخوال العريس باسمي وباسم فرقة الاهرام الموسيقية بنرحب فيكم اجمل ترحيب. الله يقدرنا نسعدكم هالليلة كافة العشائر كافة القرى كافة الضيوف لكم منها اجمل تحية واجمل سلام. الدنيا برد لنسمع صفقة تحية لحضوركم الكريم. وايضا احلى واجمل تحيه فقط ورد وباسم هاي الفرح بي احلى في الدولار باسم والد العريس على راس الحاج محمود شعبان زعزوع وباسم امام العريس تحيه ترحيب الى كافه الضيوف والى كافه الحضور كافه الاقارب كافه الاصدقاء بي احلى في الدولار باسم هذا العريس وعلى راسي الحاج محمود شعبان تحية ترحيبي لكافة العشائر بدون استثناء محبة بشباب عزاز عوائل وعشائر عزاز إلى قرى عزاز بنجمع إلى كل الحضور وإلى كل شاب صلى على جد الرسول وشارك وبارك في هذا الفرح الجميل وإلى زينة العرسان العريس حسن شيخ الشباب اكبار اصغار نورت هذا المكان باسم هذا العريس الحاج محمود تفتح الدنيا ازهار اهلا وسهلا بكافة الضيوف اهلا وسهلا بكافة الحضور ومحبتنا بعمام العريس من اجمع وكل الحب الى اخوال العريس يعني شباب اللي كانوا لهم اجمل تحية من السلام إلى كل الحضور وإلى جمع السعيد ومحوه
بيته وعمد من الألوف ورجال أمي الميلي دعا شمخ العوالي رجال يا 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 با يا بابا
كل مرأة تدلل ولا كل الرجال رجايا يا 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 والله دعوتونا دعوتونا لحفلتكم فرحنا تنشعل شموع ونضاوي هالليل فرحنا ومازال اليوم بعرسك يا خيي فرحنا وألف مبروك يا أغلى والله هلا هلا بالشرف الصالة ولا حمانة جلبتوا الخير والفرحة لا حمانة وابن عزاز اللي بعبيته لك حمانة كريم الأصل يا علي النسامة نحرك الجو شوي العالم برداني ناطر هالطل عليّ